وزي ما هيك ما بصير الشغل. هالمرة أنا معك، بس المرة الجاية شو رح تقولي للجروب؟ أنا آسفة والله في عندي ظرف. هلأ بحلب ما اشتغلت منيح. اشتغلتي منيح بحلب، لكلهم على بعضهم 4 أيام. على كل أنا رح مرة ورح أقول إنك كنت كتير ممتازة. بس إذا سألوا الجروب عن انطباعهم شو رح يقولوا؟ يا دوب شفناها بالشام. معقولة يسألوا؟ ما بعتقد يسألوا، أنا ما نقصت على الجروب شيء. بس هلأ بدك تفهميني شو هالظرف الطارئ اللي صار معي؟ ونحن شركة؟ بنعرف كل شيء عن بعض؟ كان في شوية مشاكل بيني وبين زوجي، منيح؟ والله حذرت، أول تليفون إجاكي. إذا بسبب الشغل، وقفي من هلا، أحسن ما تبهدلها. إيه بوقف شو هالقصة؟ إذا واحد صار عنده مشاكل بتقوم الدنيا وبتقعد يعني؟ وبلاها يا سيدي، مو أنت كل الوقت كنت عم تقلي إنه أنا وأنت بارتنر؟ يعني إذا أنا كنت مستلم جروب لحالي، أو أنت كنت لحالك وحدا صار عنده شيء، ممكن التاني يساعده، بتصير ما في مشكلة يعني. طب روقي، ما بدك لهالشراسة هي. هلا مو نحن بارتنر؟ شو المشكلة بينك وبين جود؟ جود ما هيك؟ هي 100 دولار ممتاز. معناتها أنت قديش آخذ بلدي قطعين طبعا؟ والله مثل مثلي، سألي المكتب إذا مو مسرقة. بعدين هدول مو من المكتب، هدول من الجروب. إلي ولإلك وللشوفير. شو عم تقرشي؟ كل على بعضهم يطلعوا شهادة 5000 ريال. لا لا أنا عم بحسب شيء ثاني. طيب أنا لازم أمشي، بدك شيء؟ سلامتك، بما إنه المدير اليوم ما إجا. لا بكره هون بالمكتب. أي صحة، باي. على البيت. خزامة خزامة خزامة، بعرف انك ورا الباب حاسس فيك، افتحي الله يخليك. جود شو جابك هلا؟ ما حكينا واتفقنا انه انا وانت خلاص. روح احسن ما يبتلعب مال فيك هلا، يلا روح. خزامة خزامة الله يخليك. أنا بعرف إنه ماله هون، ماله هون، عمار ماله هون، أنا بدي أحكي. خزامة، أنا ما حتحرك من هون لحتى تواجهيني إنك ترضي علي وتشوفني بكره. طب ما بدك تحددي المكان، أنت لا تطلعي، يعني لا تطلعي على البيت، عرفتي؟ أكيد ما رح أطلع على البيت. خزامة، خلينا نشوف بعض، وعديني الله يخليك. خزامة نحن يعني بنستحق علاقتنا. اعتبريها وداع. انا ما حاتحرك من هون، ما حاتحرك من هون لحتى توعديني انك تشوفيني بكره. خلي يجي عمار يعني وزار يعني بس تعال مشكله. انت بالنهايه مرتي خزامة، خليكي نحن من طول عمرنا نحل مشاكلنا مع بعض بدون ما حدا يتدخل، لا ابوكي ولا اخوكي ولا اي حدا. خزامة انت شو عملتي فيني؟ الله يخليك خلينا نحاول من طول عمرنا نحل مشاكلنا بين بعض. خزامة بس مرة الله يوفقك. بس مرة يلا جود، روح بسرعة هلا بيجي عمار. روح يلا. خزامة افتحي الباب. يلا جود روح بقى، فضحتني قدام الجيران. خزامة وعديني انك بدك تشوفيني بكره الله يخليكي، ما بروح من هون اذا ما وعدتيني. ها مشان الله روح جود، الله يوفقك روح. خزامة الله يوفقك، وعديني تشوفيني بكره الله يخليكي. وحدك
وعدك يلا بقى. حلفي حلفي. وحياة جود رح شوفك بكرة. يلا بقى روحوا لها. خلص يلا. شفت. ليش يا عمري؟ مثل ما بدك مثل ما بدك، بس انا رح اتغير، انا رح اتغير ورح ابقى ناطرك، وبالاخير انت رح ترجعي لي. انا ما حدا بالدنيا بيقدر يضحكك قدي انت، هيك انت قلت. وكمان ما حدا بالدنيا بيبكيني قدك. نحن بعلاقتنا في اسى، والاسى ما بينتسى مثل ما بيقولوا. انا حابة ضل لوحدي، لوحدي تماما. شوف انت لوين موصلني، تخيل لأي درجة انت موصلني. خزامة بس رجعي وانا بوعدك. حاجة توعي جود، حاجة توعي. انا تأخرت صار لازم امشي. نحن رح نتعذب فترة، بس نطلق هلا احسن ما نطلق بعدين. ولا تتعب حالك وتروح لعند بابا، لانه انا هالمرة اخذت قرار نهائي. مو انت اللي اخذتي قرار نهائي، عمار عم بيساعدك. عدي ما اخلي عمار يتدخل بيناتنا، عم تفهمي؟ ما اخلي عمار يتدخل بيناتنا. حاج تهدد، حاج تهدد بقى. جود بحياة خزامة عندك، ممكن نترك نحن ورايقين. الله يوفقك. انت ورايقة مو انا، انت ورايقة مو انا، مو انا. خزامة بجوز بعد عن بعض، بجوز اتركك، بجوز نتطلق، بس وحياة خزامة عندي.